ومش متاجرة ولا كلام إنشاء، إن كل الأهلاوية الأصلاء بجد بيتمنوا إن الزمالك يكون في أفضل حالة، لأنه هي بضدها تعرف الأشياء. الأهلي يبقى قوي لما يكسب الزمالك وهو واقف على رجليه، غير لما يكسب الزمالك وهو متعسر. فدايما وأبدا الأهلي يسعده هذه المنازلة القوية الجادة، عشان كده لا يتمنى للزمالك إلا كل خير، ودي الرياضة. لكن غير مفهوم الاستمرار في الكلام الفارغ إنه ده بيكسب بالتحكيم، وخلصوا نغمة التحكيم قال لك بنادي الحكومة، خلصت نادي الحكومة قال لك بالحظ، خلصوا الحظ قال لك بجامايكا، بأي كلام فارغ غير إنك تحفظ للفايز وللمنتصر وللمتفوق حقه الطبيعي في التفوق. وبلاش تحفظ له، مالكش دعوة بيه. انت بص على نفسك. افهم ان ده قد يكون مقبول عند ناس كبيره عانت واتفرجت على ماتشات واتقهرت من الاهلي واتضايقت قوي، والدقيقه 94 تعبت اعصابها، كل ده مفهوم عند الناس الكبيره شويه في السن. لكن غير مفهوم بالمره تغذيه اطفال كره الاهلي، مش حب او تغذية الطفل التشكيك في قوة الاهلي. انتوا بتصنعوا اجيال شكلها عامل ازاي؟ الزميل عمرو عبد الحق في برنامجه في صدى البلد عرض نموذج لطفل عنده 8 سنين، شوفوه وهنقول لكم جاي منين كلام زياد ده. انا عايش كلها اهلاوي الا ابوي، ضرب ابويا بس. باباك هو اللي خلاك تشجع الزمالك؟ امال انت شجعت الزمالك ليه؟ لا انا اتفرجت على ماتش الاهلي والزمالك قبل كده، ولقيت ان الزمالك كان بيلعب حلو، والاهلي خد بلن، خد بلن الحقيقه مش بلن، يعني الحكم خطا خاطئ في هذا البلن. نفسك لو حد في الاهلي، نفسك مين في الاهلي يجي يلعب في الزمالك؟ كان عبد الله السعيد بس هرب مشي، مضى مع فريقين لحقنا الان، مضى مع ثلاث فرق، ثلاثه يعني، لو مضى مع فرقه قلنا ماشي، فرقتين قلنا ماشي، لا الثالثه لا بقى. واتحاد الكوره اللي قاعد ده مرتضى منصور لازم يبلغ عنه. طب انت شايف ايه الفرق بين الزمالك والاهلي؟ ايه اللي يخليك انت بتشجع الزمالك ومشجعش؟ ايه الفرق بين الفرقتين ومين اللي بيكسب؟ ان الاهلي بيكسب. الاهلي بيكسب؟ لا ما انا لسه ما قلتش الاهلي بيكسب بايه؟ الاهلي بيكسب بحاجه اسمها صفاره. يعني اي ماتش بتلاقي الاهلي كده من غير ما تعرف، ما كنتش تتخيل انها بلن حاسبها، اللي تتخيل انها بلن ما يحسبهاش. الزمالك من ساعه ما اتولدت ما فهمت كوره يعني، لقيته بيكسب. فاول ما كبرت وبقى عندي 8 سنين لقيت الزمالك بدا يخسر، فقلت هشجعه على الحلوه والمره، لان ده لازم يكسب. ده فريق ما بيكسبش بالحكام، لو فريق بيكسب بالحكام هسيبه، ولو الاهلي ما بيكسبش بالحكام هشجع الاهلي. الاهلي لو بيكسب عدل هشجع العدل، لكن الاهلي ما بيكسبش عدل. لما ماتش البرتغال كان كل ده اسمه، مش اسمه منتخب مصر، اسمه منتخب الاهلي. الاهلي اتعمل له منتخب يعني، بصراحة ايه ده؟ ده انت مش واخد من الزمالك غير علي جبر ومين تاني؟ ده وطارق حامد بس. طيب ده شيء طفل جايب معلومات هو مقتنع بيها نتيجة ان بتتقال له وبالحاح وبالحاح، وكأنه كده اتحلت المشكلة، ان ابنه او اخوه او اللعيب اللي عنده اذا كان مدربا يطلع فاهم، يا ابني لو خسرنا اعرف عشان الاهلي ابن الذين ده الحكام كل حاجه. هو ما سابش حاجه، الاهلي اتعمل له منتخب يعني في وقت جهاز المنتخب كله زمالك كله يعني حراسه المرمى دي خلاص، ده هم ثلاث اربع لعيبه الدنيا بتلف فيهم يعني. انما فايز زملكاوي وهو المترجم وهو المؤثر. كوبر ما يعرفش حاجه غير من المساعدين اسامه نبيه وفايز. طيب اتعمل منتخب للاهلي
هو يعني ما حدش قال له طب هو الاهلي يا ابني هو البطل وبطل بكتير طبيعي ان ياخدوا معظم اللعيبه من المتفوقين. لكن ما بيتقالوش كده، قالوا لان المنتخب كذا. اتحاد الكره ده بيعمل ايه؟ شاء طفل عنده 7-8 سنين بينتقد اتحاد الكره، ها؟ انه بيجامل الاهلي. لا، علشان عبد الله السعيد ما راحش الزمالك. واخد بالك؟ ايوه. ومعتبر نفسه انه صاحب حق. واخد التلفزيون ونازل بيه، صاحب التلفزيون قبلك على السلم، خده منك وطلع عمال تزعق بقى، شوفوا الراجل المفتري خد مني التلفزيون. اللي انا سرقه. لا مش سرقه، يعني اعتبرته بتاعي. ايوه. انا كنت حاطه على باب البيت عشان الكهرباء يجي يصلحه. فخدته. جزء يعني هذه التغذيه. طب مش انا اللي هقولها بقى. تعالوا نشوف هاني العجيزي بقى ناشئ الزمالك الذي انتقل الى البلديه ثم الى الاهلي، ماذا قال؟ انا عيلتي كلها اهلاويه الا ابويا. ده انا وابويا بس. باباك هو اللي خلاك تشجع الزمالك؟ بالتجربه خلت عاطفتك وقناعاتك تتجه ناحيه النادي الاهلي. بالظبط. وخلي بالك مش انا لوحدي، يعني اي حد لو مكانيه هيغير الفكره. اي حد يعني لعب في النادي الاهلي يغير فكرته عنه ويرتبط بيه اكتر. بص قبل ما اقول لك حاجه، انت في كام لعيب في نادي الزمالك لعب في نادي الزمالك وراح النادي الاهلي؟ في طارق سعيد تقريبا، في محمد صديق، في اينو. مفيش واحد فيهم طلع قال لك ان انا ممكن اختم حياتي في نادي الزمالك. مفيش. ليه؟ ما برضو لازم الناس تعرف ليه. اكيد اللي بيحصل في النادي الاهلي او الاجواء في النادي الاهلي غير اللي موجوده في نادي الزمالك خالص. خلينا اكون صريح. انا والله العظيم ولا بقلل من نادي الزمالك ولا اي حاجه، بس فعلا دي الحقيقه يا جماعه. لازم الناس تفهم ان النادي الاهلي ده في حته تانية خالص. بس ده بجد يعني في كل حاجه. يعني انا بكلمك بصراحه، سيبك بقى من اهلي وزمالك. انت يا جماعه ما حدش هيعرف يقارن بين النادي الاهلي والزمالك الا لما تدخل جوه هنا جوه هنا. ده حقيقه. انا اقول لك على حاجه، اقسم بالله ورحمه بابايا، انا في النادي الزمالك، انا حتى في فيديو ليا على اليوتيوب وانا في نادي الزمالك، عندنا ماتش في الجزيره وكنا كسبانين 1-0 والنادي الاهلي اتحسب له ضرب جزاء في اخر الماتش وبتاع، وتعادلوا معانا او تقريبا او كسبونا 2-1 في اخر دقيقه حاجه زي كده. طول عمرهم بيكسبوا في اخر دقيقه. فاليوم ده انا طلعت اتكلمت وحش جدا عن النادي الاهلي جدا. قلت هم بيكسبوا بالحكام ومش عارف ايه. انا كنت بكره النادي الاهلي ده جدا. يعني انا تربيتي في نادي الزمالك، اتربيت في نادي الزمالك، النادي الاهلي ده نادي مش عايز اقول لك بقى. يعني دولة ومش عارف ايه وجماهير وحاجات يعني مش كويسة. لكن لما رحت النادي الاهلي لا، مفيش الكلام ده يا جماعة خالص، مفيش الكلام ده خالص. ممكن الفترة مثلا فترة من فترات النادي الاهلي اتظلم، النادي الزمالك اتظلم فيها ممكن تحكيميا او اعلاميا او او او، بس دي مالهاش علاقة بان انت تقول الحق في او تقول الحقيقة ان انت شفتها في النادي الاهلي. لا، انا مش هقدر ان انا انافق. لا، النادي الاهلي في حتة تانية خالص يا جماعة، في حتة تانية خالص. شارب بيقطع على اهم كلام قاله هاني العجيزي. كمله لنا انت. بس الحقيقه هو هاني قال ايه؟ احنا في نادي الزمالك وهو ناشئ. ايوه. كان بيتقال لنا كده. الاهلي بيكسب بالحكام والحكومه والناس وكله، وقال لك مصور لنا المساله. وعلى فكره انا اكتر من حد صديق قال لي على الحكايه ديت، انه بيركزوا مدربين الناشئين في الزمالك قبل ما يربوا الاولاد تربيه رياضيه كويسه. شوف الطفل ده بيقول ايه، بيربوه على كراهيه الاهلي. خلي بالك ده هاني العجيزي الصغير. طبعا اللي هيكتشف الحقيقه لما يكبر. بالظبط. لانه هذا الطفل كمان ده عنده 8 سنين بدا يوعى ويتكلم وهو عنده 5 سنين. يعني في الثلاث سنين اللي فاتوا الاهلي بطل الدوري. طب هو ما شافش موسم 14 15 كميه المجاملات اللي الزمالك خدها في موسم الغفله؟ يا سيدي كان موسم الغفله، بس ما هي كانت اخطاء تحكيم برضه. لكنه والده واسرته هو كظاهره بقى، احنا بنتكلم مش على هذا الطفل زياد، احنا بنتكلم على ازاي يا جماعه يبقى تربيه الناشئ بهذا الشكل؟ ازاي ما تخلوش يدرك الحقائق؟ يا ابني الزمالك بيتجامل من التحكيم باخطاء من الحكام، والاهلي بيستفيد من اخطاء الحكام، لكن في النهايه في حد بيلعب وبيتعب. لما يتقال له اصل الاهلي بيسيطر على المنتخبات، ما تقالوش ان حسن شحاته هو اللي كان مدرب المنتخب اللي هو واحد من اعظم نجوم الزمالك في تاريخه وكان واخد غالبيه اللعيبه من الاهلي. ما تقالوش ان جهاز المنتخب ده كله زمالك،
بس واخدين اغلب اللعيبه من النادي الاهلي لان هم الافضل. لا، لازم تربوا الاولاد على ازاي يشوف الحياه بجد، ازاي يحب كل الناس المتنافسه. هو دلوقتي اللعيب او الناشئ بيخش انه هو كسبان الا اذا اتظلم، يعني هو الاول الا اذا اتظلم، وانت بتدي اللعيب عذره عندما يهمل في التدريب، عندما يهمل في المباراه، عندما قدراته ما تسمحش باكتر من كده. لا، ده انا كويس بس اتظلمت. نفس فكره الموظف اللي في بنك اللي زميله عمال يترقى لانه عمال بيثقف نفسه وبيشتغل وبياخد دبلومات وبياخد بتاعه وهو مكتفي بالشكوى انه اصل ده مراته صاحبه مرات المدير وهو قريب المدير وهو منافق وانا راجل دغري ويسبب اسباب الفشل مش يعمل على اسباب النجاح. هنا مربط الخطوره. فارجو احنا مش يعني انا عاجبني ذكاء زياد جدا، طفل لامع ذكاء لانه بيتكلم وبينطلق، لكن بيستفيدوا من ذكائه بما هو ما يضيفش الى شخصيته الحاجات اللي تخليه يبقى بطل واقف على رجليه، مش مظلوم من سن 8 سنين عايش المظلوميه بدري قوي، ويبتدي يكلمك في القرن الواحد وعشرين ازاي الاهلي خد نادي القرن في القرن العشرين. هو معايير بطوله نادي القرن اتغيرت ولا مستمره؟ طب ما هي مستمره هي ولا سمعناكوا احتجيتوا عليها ولا سمعناكوا عملتوا استسلام كامل للامر الواقع. لكن لما تلاقوا انك انت لو تلككت تقدر تلاقي مخرج بتتلكك.